السؤال المتعلق بأنه انخفاض أعداد الحالات في بعض الدول لأنها مرتفعة في البعض الآخر، هل يمكن أن يتحول كورونا ل يعني زي الإنفلونزا موسمي زيه زي البرد؟ تمام، ده سؤال كويس نبدأ بيه، لأن هو الأسبوع ده فعليا الأرقام فعلا انخفضت عالميا. يعني احنا مسجلين انخفاض الأسبوع ده عن الأسبوع اللي فات في حدود 24% في الإصابات في كله، يعني إجمالا العالم كله لو جمعنا كل الحالات احنا بنتكلم في حدود 5.5 مليون حالة فقط الأسبوع ده، فده أقل من الأسبوع اللي فات 24%. الوفيات برضو أقل بس في حدود يعني 6% أقل من الأسبوع اللي فات. طبعا آسيا لسه، اليابان مثلا عندها أكتر إصابات حاليا، جنوب شرق آسيا برضو في بلاد كتيرة لسه الأرقام عالية، ولكن صحيح. الأسبوع ده أحسن بكتير من الأسبوع اللي فات. طبعا أفريقيا برضو والشرق الأوسط الأرقام انخفضت على توتال المجموعة البلاد الموجودة في المنطقتين الحمد لله في حدود 38% في الإصابات، وانخفضت برضو في حدود 33% وفيات. فبالتالي الأسبوع ده نقدر نقول ان ابتدت الموجة اللي كانت موجودة في العالم كله اللي احنا بالنسبة لنا تبقى الستة، بالنسبة لبلاد تانية تبقى أرقام مختلفة، ابتدت تنحصر. طب احنا يهمنا طبعا الوفيات والأرقام الموجودة في المستشفيات حاليا والعناية المركزة، فالحمد لله برضو دي أرقامها قليلة جدا على المستوى العالمي. ولو اتكلمنا على مصر، احنا الحمد لله حجم الإشغال في مستشفيات العزل أو في العناية المركزة أقل من 2% حتى الآن. فبالتالي فعليا لو يعني رجعنا لنقطة حضرتك، هل نقدر نعتبر ان احنا وصلنا لان هو يبقى زي الانفلونزا كمعدلات وفيات؟ لسه، لان معدلات وفيات الانفلونزا يعني 0.2%، معدلات الوفاة فهي اقل لسه من كوفيد، لسه في حالات وفيات موجودة من كوفيد 19. لكن نقدر نقول ان ممكن بنهاية العام نبتدي نعلن ان هو ليست جائحة عالمية ويتشال من لستة الجوائح العالمية الثلاثة اللي موجودين حاليا في لستة منظمة الصحة العالمية اللي هي فيها شلل الأطفال وحاليا جدري القردة وثالث حاجة كوفيد 19. بإذن الله نتمنى ده يحصل، لو ما حصلش في جديد أو حصل مثلا أي تحور أو ما يبقاش في أي تحورات يعني. بالظبط، مع طبعا مع دخول الشتاء والخريف بالظبط.